وما يسمونه تحالف الأقليات عرض نفسه لحصار سياسي ومحاولات إضعاف وإلغاء من أطراف لبنانية مختلفة تزعمها حزب الله والتيار العوني. ولم تكن حادثة قبر شمون إلا إحدى محاولات استهداف الزعيم الجنبلاطي وإضعاف دوره وتعطيل عمل الحكومة وإيقاع البلد في مزيد من التردي والفراغ وتعرية اتفاق الطائف تمهيدا لوضع اليد على الدولة وإدخالها في لعبة المحاور. إلا أن ذلك كله فشل، وبالرغم من جلسة المصالحة في بعبدة بين جنبلاط وأرسلان، إلا أنه وكما يقول اللبنانيون، طول ما البصل ما بيزبط مربى لا تتوقع قليل الأصل يتربى. وعطوفة المير طلال الغيور على أهل الجبل وقوة الجبل ونواب الجبل فضحه ميكروفون الغفلة ليسجل فضيحته الكبرى، فظهر صغيرا وهو يشي لجبران باسيل ويحاول إقناعه بخطة يربح من خلالها نصف نواب منطقتي الشوف وعلي، فيما المير طلال شخصيا يربح مقعدا واحدا، وذلك بعد أن يتركه له وليد بيك. فيرد عليه جبران باسيل: هو الحزب قليل شو عمل فينا؟ حديث الرجلين اللذين لم يعلما أنه يبث على الهواء، هذا طبعا جاء في لحظة لم يكن يتوقعها الطرفان، وتأمرهما على حلفائهما أعاد إلى الأذهان حديث جنبلاط لنصر الله عندما قال له: إذا أردت أن تكون محاطا بهذه المجموعات فهذا شأنك، أنا أخاصم رجالا وأحالف رجالا.